خلينا نروح لفعالية رياضية أقيمت ضمن مهرجان العالمين الجديدة، مباراة كرة قدم مميزة لذوي الاحتياجات الخاصة عكست روح الإصرار والتحدي اللي بيتحلى بيها المشاركين. الفعالية شهدت حضور جماهيري كبير، وكمان المشاركين قدموا أداء رائع أظهر عزيمتهم على التغلب على التحديات. هنتعرف أكتر على تفاصيل المباريات من كابتن محمود عبد العظيم مدير فريق كرة القدم ذوي الاحتياجات. برحب بيك يا دكتور. مساء الخير يا أستاذة بسنت، إيه الأخبار؟ مساء النور. حضرتك شايف إزاي مشاركة ذوي الهمم في مهرجان العالمين الجديدة وأهمية وجودهم كمان في مكان زي ده وفي وسط جمهور بيتفرج عليهم في المباريات؟ أنا في البداية حابب بس أوجه شكر للمتحدة أستاذ طارق شرف إن هو تواصل مع الأستاذ محمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة إن إحنا نكون ولو جزء بسيط من مهرجان العالمين. حدث كبير جدا وحدث جميل جدا، وكلنا انبسطنا جدا لأن إحنا يعني إن أنت بتشوفي بلدك في أبهى صور ليها. مهرجان العالمين دلوقتي بقى حاجة جميلة جدا ومشرفة لمصر، وإحنا مبسوطين إن إحنا كنا ولو جزء بسيط جدا من الحدث ده. وكانت مباراة استعراضية بين منتخب مصر للساق الواحدة، والأجواء كانت جميلة وكان في جمهور جدا بيشجعنا، وطبعا كان بحضور معالي وزير السياحة وعدد كتير من السفراء، وقدمنا مباراة جميلة. وحبينا بس نوري كمان ونعرف الناس أكتر على لعبة ورياضة كرة القدم للساق الواحدة، وإن ذوي الهمم موجودين ودايما هنلاقينا بنساند بلدنا في أي حدث أو أي فعالية كبيرة. كان رد فعل المشاركين في المباراة إيه من ذوي الهمم؟ يعني وجودهم في مكان زي العالمين الجديدة وكمان مشاركتهم ومتابعة الحضور ليهم في المباراة. كل واحد كان عنده أجواء مختلفة، الانبهار بالمكان، انبهار بالحدث، الانبهار إن أنت بتشوفي ناس بتشجعك، شايفة إن إحنا ما نقلش خالص عن الأسوياء، ما نقلش خالص عن لعيبة مصر، إحنا بالفعل منتخب مصر للساق الواحدة، وكل واحد كان عنده حدث مختلف أو شعور مختلف إن هو مبسوط وفي مكان جميل جدا ورائع زي مهرجان العالمين. وبجد كلنا كنا مبسوطين والاجواء كانت رائعه، كان في تشجيع كبير لينا، والمباراه كانت جميله، خلصت بفوز الفريق الابيض على الفريق الاحمر 5-2، وكنا مبسوطين جدا فعلا. يعني ايه هي ابرز الانشطه والبطولات الخاصه بكره القدم لذوي الهمم بالتحديد؟ يعني بطولات محليه، هل بتشاركوا في بطولات دوليه؟ احنا عندنا عندنا بطولة أفريقيا في شهر مايو الماضي وشاركنا فيها، والحمد لله قدرنا إن احنا نتأهل لكأس العالم 2026. عندنا إن شاء الله تكملة الدوري اللي هو مكون من 6 فرق، نادي بيراميدز، نادي الزمالك، نادي زد، نادي البنك الأهلي، نادي إنبي. وبتمنى إن تزيد عدد الأندية لأن رياضتنا رياضة عالمية وليها كأس عالم وليها شامبيونز ليج ودوري أبطال أفريقيا، ولعبتنا ما تقلش خالص عن ألعاب الأسوياء، بل بالعكس إن احنا قدرنا إن احنا نحقق إنجاز لأول مرة في تاريخنا إن احنا نتأهل لكأس العالم 2026 الحمد لله. مردود مشاركة اللاعبين في المهرجان كانت إيه؟ يعني الجمهور اللي شاف المباراة والمسؤولين كمان اللي كانوا موجودين كان إيه رد فعله؟ كله كان منبهر وكله كان شايف اللعيبة إزاي إن أنت بساق واحدة وبتلعب كرة قدم، فالموضوع مختلف، في حمل بدني زيادة، شايفين مهارات كمان عند اللعيبة، شايفين إن اللعبة ممتعة ورياضة جديدة موجودة في مصر. حابب اشكر الاستاذ محمد عادل حسني، وكمان حابب ابارك لابطالنا احمد الجندي والبطله ساره سمير على الميداليات اللي جابوها لمصر وشرفوا مصر. فالانطباع كان رائع جدا، والحضور كانوا يعني متفاجئين ازاي في كره قدم بساق واحده. نتمنى لكم التوفيق ولكل الفرق من ذوي الهمم، وبشكرك كابتن محمود عبد العظيم مدير فريق كرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة، شكرا جزيلا ليك.